السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح أطول عليكم، الفيديو اليوم راح يكون شوي هيك سريع. بصراحة في أخبار حلوة بس لسه ما أنا متأكدين منها. قرار اقترحوه بالبرلمان، اقتراح لسه ما تصدق عليه مشان يكون كلامنا إن شاء الله في صدق بإذن الله. القرار لسه ما تصدق بس اقترحوه بالبرلمان مشان يدرسوه ويتوافق عليه إن شاء الله. الأخبار بتتعلق بموضوع الهجرة الشرعية. ألمانيا كلياتنا عم نعرف أنه ألمانيا وكل أوروبا تقريبا عم يحاربوا الهجرة الغير شرعية اللي هي تبع البحر، الناس عم تجي بالبحر عم تتعرض حياتهم للخطر، وكلياتنا يعني مرينا بنفس الظروف هي كلياتنا. فألمانيا عم تحارب هذا الموضوع أنه ما عاد بدون هجرة غير شرعية، تمام؟ لهذا السبب شو عم يعملوا؟ تم اقتراح فكرة بالبرلمان لحتى يدرسوها وينفذوها إن شاء الله. والفكرة شو هي؟ الفكرة إنه بدهم يعملوا تأشيرات إلكترونية، تمام؟ يعني بدهم يعملوا تأشيرات إلكترونية. كيف يعني؟ يعني ليش هالفكرة بدهم يعملوها تأشيرات إلكترونية؟ هلا كلياتنا بنعرف إنه الناس وبدها تروح تقدم على السفارة الألمانية، إن كان دراسة وإن كان شغل وإن كان لم شمل وإن كان دعوة زيارة وإن كان أي شيء بهذا الخصوص، لازم الواحد يروح على السفارة ويقدم وراء بالسفارة وبيطلبوا منه وراء، ولازم يقدم وراء ويروح وتعا روح وتعا. فهذا الموضوع عم يكون صعب على بعض الجنسيات. مين هن الجنسيات عم يكون صعب عليهم؟ رح نقول سوريا، العراق، أفغانستان، وفي بعض الدول عم يكون الموضوع صعب عليها ببلدان تانية، تمام؟ فهذا الموضوع هن رح يلاقوا حل لهذا الموضوع انه رح يعملوا فيزا الكترونية. طيب هاي الفيزا الالكترونية رح يساووها انه مثلا مثل ما حكينا هلا بسوريا رحنا عنا يلي بيعمل لم شمل او حتى هلا بدي يقدم على فيزا شنغن او يعمل اي شيء، بسوريا ما في، السفارة الالمانية مسكرة، تمام؟ فالناس عم تضطر تطلع على لبنان وتروح وترجع وتدفع تكاليف باهظة يعني كتير، تمام؟ أجار طريق ورسوم ودخولية وخروجية، فعم يندفع مبالغ كبيرة. هاي شغلة. شغلة تانية، عم يكون في ضغط كتير على السفارات المجاورة مثل لبنان، الأردن، العراق، فهن بدهم يخففوا هذا الضغط على السفارة. هاي واحد. اثنين، بدهم يخففوا المصاريف اللي عم تنصرف الناس اللي عم تصرفها، يعني مثل عم يطلع مثلا السوري أو العراقي أو الأفغاني بده يطلع مثلا لبلد مجاورة مشان يروح ويقدم طلب لم الشمل أو طلب الفيزا أو الحصول على فيزا العلاج أو شيء، فعم يضطر أنه يطلع على البلد المجاور ويدفع تكاليف كثيرة، تمام؟ فهن بدهم يوفروا هذا الموضوع على الناس، أن الناس توفر هالمصاريف كلها اللي عم تدفعها، لأنه بيعرفوا أن الناس مو بهذا الوارد، تمام؟ في يعني بيعرفوا أنه في ناس ما عندها هذا الوارد أنها تروح تدفع مصاريف روح رجعها وقت المقابلة وقت تقديم الوراء، فهذا كله وقت أول شغلة، وتاني شغلة مصاريف كتيرة على الإنسان يعني بحد ذاته. فهني اقترحوا هذا الموضوع أنه مشان يخففوا العبء على الشخص اللي عم يقدم هجرة أو لم شمل أو شيء على ألمانيا، وبنفس الوقت مشان يخففوا الضغط عن السفارات يلي موجودة بالبلاد كلها، وبنفس الوقت بدهم يحاربوا الهجرة الغير شرعية اللي هن تجار البشر، شان هذا الموضوع أهم شيء عنده، تمام؟ فاقترحوا أنه يعملوا فيزا تأشيرة إلكترونية. كيف يعني؟ بفوت الواحد مثلا عنده طلب لم شمل، تمام؟ بفوت على الموقع اللي حيعملوه، بس يفوت على الموقع اللي حيعملوه بيطلع مثلا بيشوف البنود بيكونوا حاطين إنه شو بدك أنت، فيزا شنغن ولا لم شمل ولا دعوة زيارة ولا سياحة، بيحطوا كل البنود اللي لازم تنحط على الموقع. انت بتختار مثلا لم شمل، بتفوت على لم شمل بيقولوا لك انه الاوراق المطلوبه كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ بيحطوا لك تحت ارفاق، انه تارفق الملف الصور اللي بدهم اياها، تارفق مثلا شهادات الولاده، شهادات الميلاد، الاخراجات، يعني الاوراق اللي بيطلبوها بيقول لك انه ترفقها بهذا الطلب، وبالاضافه بتعبي انت المعلومات اذا كنت انت بالمانيا وشو معلوماتك، عنوانك، اقامتك، الشخص اللي بدك تعمله دعوة، زوجتك، أولادك أو زوجك أولادك، فرح يكون في بهذا الموقع تسهيل لهذا الموضوع. فبتفوت أنت بتقدم الطلب عن طريق هذا الموقع، ورح يصير في شغل عن طريق هذا الموقع،
وتتقدم الطلب. فأنت هون بهالحالة رح يتوفر عندك كتير شغلات، مواصلات أجار روحة ورجعة إذا كنت أنت مثلا بسوريا، ومو حتروح مرة أو مرتين، أحيانا بتروح لعندهم بيقول لك جيب لنا هاي الأوراق، بتبين الأوراق بيطلع في غلط بالأوراق، بتجي بترجع بتساوي الورقة، بتجي بترجع مرة تانية بتعطيهم الورقة، بجوز يقبلوها بجوز ما يقبلوها، يقول لك عدلها. فحيختصروا هذا الموضوع كلياته بالتأشيرة الإلكترونية، هي واحد. اثنين، الفكرة من التأشيرة الإلكترونية إنهم يسهلوا موضوع الهجرة على ألمانيا، يعني يصير الموضوع سهل. كيف يعني يصير سهل؟ حطوا شروط إنه إحنا مثلاً يلي حابب يهاجر على ألمانيا لازم يكون في مثلاً عنده مؤهلات كذا وكذا 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 مثلاً. عم بعطينا ما معرف لسه الموضوع 100% بس إحنا عم نقول مثال هيك رح يساوي، تمام؟ فرح يحطوا مثلاً إنه الشخص اللي هاجر كم شخص هني، وين عايشين، شو السبب الهجرة، شو كذا شو، يعني في كتير شغلات حيكون بهذا الموضوع، تمام؟ فاقترحوا هذا الموضوع وإن شاء الله نتمنى أنهم ينفذوه، لأنه هذا الموضوع رح يحارب موضوع أنه كتير ناس عم تموت وعم تيجي عن طريق البحر، وكتير ناس عم تموت وعم تيجي عن طريق الغابات، لأنه تجار البشر ما عم يرحموا حدا، ما في رحمة أبدا، وهم بس بهمهم يعبوا المصاري وبس. بيموت البني آدم ما بيموت، بيوصل ما بيوصل ما بيهمهم، تمام؟ فهن بدهم يحلوا هذا الموضوع إن شاء الله، والله يا رب من عنده يحلها ويسخرنا ناس أولادين حلال تترقف بهالعباد اللي الله يا رب يكون بعوننا بجاه سيدنا محمد، تمام؟ فأنا حبيت والله أن أقولكم هذا الخبر السريع إنه إن شاء الله هذا الموضوع إمتى حيبين؟ إن شاء الله حيبين معنا بالسنة الجديدة، إذا ما كان بشهر 3 بشهر 4 تقريبا، لأنه القرارات كتيرة، فحنشوف شو رح يصدقوا عليه إنه يصدقوا إنه أوكي، حنشوف شو اللي ما رح يصدقوا عليه، تمام؟ فإن شاء الله يكون هذا القرار صحيح لحتى ينقذوا كتير أرواح ناس عم تجي عن طريق البحر وعن طريق الغابات. حبايبي سامحوني إذا طولت عليكم، بس خبر سريع حبيت نقول لكم إياه. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن مشاهدات، بالإضافة اشتراككم كتير مهم، وعم تنسوا اللايك. ليش عم تنسوا اللايك ما بعرف. حطونا لايك واشتركوا بالقناة مشان يوصلكم كل شيء جديد كل ما نزل عندي بالقناة إن شاء الله. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.